حضراتكم مرة تانية، والنهاردة هنبدأ أخبارنا من كرة اليد. وأقيمت النهاردة الخميس قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد، والمقر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 10 أكتوبر المقبل لحد يوم 19 من الشهر ذاته. وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة اللي بتضم فرق منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكروكس الأثيوبي، وطبعا نتمنى لهم كل التوفيق ليكم منذ اليد في بطولة إفريقيا. تعالوا بعد نقول القايمة اللي هيخوض بيها مستر جوميز لأول سافر بيها لكينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر ليها يوم السبت اللي جاي إن شاء الله بالعاصمة الكينية نيروبي. وهتضم القايمة في حراسة المرمى عواد صبحي الشناوي، الدفاع زي ما قلنا عمر جابر، أحمد محمود، المسلوسي، حسام عبد المجيد الزناري، عاطف في خط الوسط، نبيل عماد دونجا، زياد كمال، شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الرحيم ايشو، وزيزو، مصطفى شلبي، وشيكابالا. وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي وحسام اشرف وسامسون اكنيولا. طبعا كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في مباراه يوم السبت. وصلت بعثة فريقنا لمطار نيروبي الساعة 6 صباحا بعد طيران استغرق حوالي 5 ساعات. وطبعا بيترأس البعثة أحمد خالد حسنان عضو مجلس الإدارة، والفريق بيستعد لخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر ليها يوم السبت المقبل في ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كان في حرص شديد من مسؤولي السفاره المصريه في كينيا على استقبال بعثه الزمالك ومتابعه كل التفاصيل، وحرص مصطفى عصام سعد نائب سفير مصر بكينيا على استقبال بعثه الفريق الاول لكره القدم من نادي الزمالك فور وصولهم مطار نيروبي. وقرر السفير المصري بكينيا وائل عطيه تشكيل وفد من السفاره يضم كل من نائبه مصطفى نائب مصطفى عصام سعد ومحمد الأتربي عضو السفارة لاستقبال بعثة الزمالك رفقة ناصر العباسي المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بكينيا. طبعا كل الدعم والتوفيق إن شاء الله للزمالك في رحلة كينيا، وإن شاء الله يرجعوا كسبانين بإذنك يا رب. لسه مكملين مع اخبار الزمالك، والحقيقه يعني بعد وصول الفريق لكينيا وحصول اللاعبين على راحه قرر مستر جوميز خوض الفريق للمران الاول على هامش المران. اتكلم مستر جوميز مع اللاعبين، وطبعا الايجاد كان ظاهر على كتير من اللاعبين، خصوصا ان اللعيبه الدوليين زي زيزو وناصر ماهر وشحاته لانهم كانوا في معسكر المنتخب الاول اللي كان مع بوتسوانا ومنهم للقاهره ثم لكينيا مع الزمالك. يعني بنتكلم في رحلتين طيران في يومين. مستر جوميز اتكلم مع اللعيبه في نقطه واحده محدده، وهي أهمية ضربة البداية وأهمية تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب رغم صعوبته. لو هنتكلم عن الأجواء الإفريقية فهي أجواء طبعا صعبة، والمباراة هتقام الساعة 3 العصر. مستر جوميز طلب من اللاعبين أنهم يركزوا بشكل كبير جدا في التدريبات، وطلب منهم أنهم ينفذوا كل التعليمات المطلوبة منهم في المباراة. خد فريق الزمالك مرانه الاول في كينيا عصر اليوم الخميس على ملعب الشرطه الكيني الفرعي استعدادا لمباراه الفريقين في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. وحرص احمد خالد حسن عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس البعثه على مؤازره اللاعبين في المران الاول، وكمان عقد جلسه مع البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للفريق الاول وانطلق المران. والحقيقه ان مستر جوميز كان حريص على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بسبب الارهاق، طبعا ده تجنبا للاصابات. خاض الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تقسيمه فنيه في وسط الملعب بمشاركه حارس مرمى واحد فقط خلال المران النهارده الخميس اللي اقيم على الملعب في كينيا استعدادا لمواجهه الشرطه الكيني ببطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. وقرر مستر جوميز تقسيم لاعبيه لثلاث مجموعات لخوض تقسيمه فنيه قام خلالها بتنفيذ بعض الجمل الفنيه اللي هو شرحها للاعبين في محاضره فنيه.
والاعتماد على اللعب من لمسه واحده في بناء الهجمه. المران ده شارك فيه زيزو وشحاته وناصر ماهر بعد حصول الثلاثي على راحه من التدريبات اللي قبل السفر. والحقيقه التدريب النهارده شهد تعليمات فنيه من جوميز لشحاته خلال المران.